السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم بوزيان للطبخ. إذا راكم تشوفوا في القناة لأول مرة ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك اللي راه تحت باللون الأحمر وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، أي حاجة جديدة نديرها توصلكم. نروحوا مباشرة للوصفة. في الوصفة تاع اليوم غادي نخدمو كاك يومي خفيف بزاف، يجي طالع مع كل الأسرار تاعه باش يطلع لكم. كاين بزاف ناس ما يطلع لهمش الكيك ويقعد لهم هاود، ويجي تاني من الداخل غادي هنا قسمتها معكم، يجي من الداخل بزاف خفيف ويجي اسفنجي. مقادير سهلة سهلة بالبزاف وبسيطة، تبعوا معايا المقادير. بالنسبة للمقادير هنا غادي نحتاج مقادير سهلة وصغار. أول حاجة غادي نستعملها هي عندي زوج كيسان ونصف تاع الفارينة، يعني زوج كؤوس ونصف تاع الدقيق الأبيض. هنا عندي زوج كاس تاع خميرة كيميائية، الوزن الكيس 10 غرام، يعني في زوج 20 غرام. هنا عندي كاس تاع السكر، كاس تاع الحليب، هنا عندي ربع كاس تاع الزيت. انا ما نبغيش ندير فيه الزيت بزاف باش ما يجينيش ميدم، يعني يجيني ما يجيش يقهم، يجي خفيف وشباب. هنا عندي 4 حبات تاع البيض، هنا عندي مبشور برتقال، وهنا عندي ملعقة صغيرة تاع سكر فانيليا. تقدروا ديروا مبشور ليمون، يعني نتوما والاختيار تاعكم، كيما تقدروا ديروا غير الفانيليا. اول حاجه نديرها هي ان هنا في طريقه التحضير نجيب البيض تاعي. البيض تاعي من الاحسن يكون ما يكونش صغير بزاف، يعني يكون متوسط الحجم ولا يكون كبير. ندير هنا 4 حبات تاع البيض، حبه الثالثه، نزيد هنا الحبه الرابعه، نحط هنا البيض تاعي. دروك غادي نجيب القرصه تاع الملح، يعني ماشي بزاف، نزيد عليهم داك الكاس تاع السكر، كاس يكون معمر تاع السكر بهذه الطريقه. دروك غادي نبلاصي الباتور تاعي، الدراب الكهربائي، نجيب الدراب الكهربائي تاعي. غادي نبدا نطلع البيض تاعي. السر الاول البيض تاعي اللي يطلع مليح مع السكر. انا البيض تاعي نبغي نطلعه حتى يولي ابيض مع السكر، يعني الخليط تاعي يتحول اللون تاعه من اصفر يولي اللون تاعه ابيض. هذه الطريقه اللي نستعملها انايا، وتجي بزاف شابه وخفيفه الكيكه تاعنا. نقعد نخلط مليح مده 5 دقائق حتى 10 دقائق. الخليط تاعي راه بدا يتقال وبدا اللون تاعه يختلف. هنا صايب دروك جبت هنايا دوك قرشو البرتقال مع السكر فانيليا، حطيتهم هنايا ونزيد نخلط مليح. يعني كل ما نزيدو مكون نقعدو نخلطو مليح، يعني المكون ندخلوه مليح بالاخر تاعنا في المقادير تاعنا. هنا زدت الزيت ونبدا ندخل مليح الزيت في الخليط. كيما نعرفو الزيت يقعد من الفوق، حنا ندخلوه مليح في الخليط باش ما يقعدناش هكا من الفوق يلعب. مور ما كملت هنايا غادي دروك نجيب الحليب، كاس تاع الحليب تاني، نعاود نشعل الباتور تاعي ونبدا نخلط مليح هكا بهذه الطريقه، طريقه سهله بزاف. هنا دروك مور ما خلطت مليح مليح، غادي نجيب دروك نحط نطفي الباتور تاعي، غادي نجيب الفارينه. الفارينه قلت لكم زوج كؤوس ونصف تاع الدقيق الابيض. الخليط تاعنا ما يجيش ثقيل بزاف. نجيب هنا زوج اكياس تاع خميره كيميائيه، يعني 20 غرام تاع خميرة كيميائية. نمر ما حطيتهم، غادي نعاود نطلع مليح، يعني ندخل هاد المكونات في بعضهم البعض. كيما قلت لكم الخليط تاعي ما غاديش يجيني ثقيل بزاف، وتاني ما يجيش خفيف بزاف، يعني يجي هكا مليح. واللي ما عندهاش دراب كهربائي الاولى غير بالدراب اليدوي بالفوي يطلع مليح البيض مع السكر، يعني لما ملي ما عندهمش ديروه عادي. هنا نقعد دروك جبت المول تاعي. المول تاعي من الاحسن دهنه بالزبده، انا دهنته بالزيت ما كانش عندي المارغرين، من الاحسن نتوما دهنوه بالمارغرين. دهنته هنا بالزيت. دروك مور ما كملت غادي نرش عليه شويه تاع الفارينه، يعني ماشي بزاف، فقط باش ما يلصقليش الخليط تاعي الداخل في من يطيب، باش ما يلصقليش الداخل. دروك غادي نجيب الخليط تاعي ونكبه. كما كنت تشوفوا القوام تاعي يعني ما راهش ثقيل بزاف، يعني راه شويه هكا بهذه الطريقه. تاعنا ودروك غادي نمر ما كمل، غادي ندخلوه للفرن. غادي ندخلوه للفرن بالنسبه للطياب تاعه، ندخلوه للفرن. الفرن يكون من الاشعه القوي، بعد نقصوا له من ديال الكوستو، نخليوه يطيب في غرده. ما نشعل ما نحكوش عليه الكوشه حتى في 30 دقيقه، نشعلو ندخلو الاول باقي نخرجوا نشعلو من فوق، خلوه يحمر مليح. انا هنايا شوفوا كيفاش طلع لي، اللهم بارك، يجي بزاف شباب وخفيف. هنا ما نخرجهش ديريكت من الفرن، نخليه شويه واحد 5 دقائق داخل في الفرن باش ما يشراش داك الشوك بين البارد بين برا وبين الفرن ويهبط لكم. هذه هي الاسرار كامل اللي قلت لكم داري نخدم بهم، انا عطيتهم لكم. دروك هنايا مرمى راه شويه بارد، غادي دروك نجيب هنا سكين، نبدا هنا في الاطراف، ندير في الاطراف باش مولد الكيك تاعي ما يخسرليش، يعني باش من نقلبوه يجي نيشان. دروك ما نديرو في الوسط في السكين، دروك نبدا نقلب فيه بهذه الطريقه، ونبدا نضرب فيه هنا غير شويه.
مر ما كملتها ولا كاك تاعي راه واجد، شوفوا كيفاش يجي، يجي طالع وشباب ويجي اسفنجي، ما يجيش هاود شي ولا ما تحلوش عليه في الفرن، يعني خلوه يطلع في غرده. دروك ها ولا انا فاش غادي باش غادي نزينه، غادي نزينه بشويه تاع الشوكولات. هذا الشوكولات شريت الشوكولات هذاك مينو، دخلته يدوب في الميكرووند ولا نجمو ذوبوها على حمام مائي. مين داب زدت له شويه تاع الحليب، ولا لي كيما الشوكولاته الطالي، كيما كتشوفوا القوامه تاعه ولا ثقيل. تقدروا ديروا غير شوكولاتة الطالي، ولا تقدروا ديروا من فوقها كونفيتير، شويه كاوكاو ولا شويه نوت كوكو، يعني كيما تبغوا ديروا. انا غادي نزيدها هنا بشويه تاع الكاوكاو فقط، يعني ماشي بزاف ما نكترش. انا كان عندي كاوكاو مبشور درته بهذه الطريقه. هاولا المول تاعنا راه واجد، عفوا الكيك تاعنا راه واجد. دروك غادي نوري لكم هكا من الفوق. وهنا غادي نكسب معاكم باش تشوفوا من الفوق كيفاش تجي، شوفوا الخدمي كيفاش يهود، يعني الكاك تاعنا يجي اسفنجي وشباب. غادي نرفدها معاكم هنا حبه باش تشوفوها، شوفوا كيفاش تجي، يعني الفيديو راه يتكلم لوحده، تجي اسفنجيه ويجي طايب من الداخل وشباب وخفيف. هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم. دروك معليا غير نقول لكم نتمنى الى عجبتكم الوصفه ما تنسوش ديروا لي جيم تحت في الفيديو، وما تنسوش تبارطاجوا الفيديو وديروا لي كومونتير شباب. ونقول لكم ان شاء الله الى اللقاء والى وصفه اخرى باذن الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.